على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلة أم أيمن، تقول: فضيلة الشيخ، أستفسر عن سورة الناس، أولا اشرحوا لي سورة الناس، وما وجه المقارنة بين هذين اللفظين الوسواس الخناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الناس هي آخر سورة في المصحف، وهي سورة عظيمة. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة جميعا أن يستعيذوا بالله من شر الوسواس الخناس. والوسواس هو الشيطان، والخناس لأنه ينخنس عند ذكر الله أي يتأخر، فإذا ذكر العبد ربه انخنس وتأخر، وإذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس وغرب من العبد، فهو وسواس عند الغفل عن ذكر الله، وخناس عند ذكر الله عز وجل. وفي أولها يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس، أي ألتجئ بالله سبحانه وتعالى، ملك الناس، إله الناس. هذه فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب الناس، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية في قوله إله الناس، توحيد الأسماء والصفات في قوله ملك الناس. ففيها توحيد، أنواع التوحيد الثلاثة، ختم الله بها القرآن كما بدأ بها القرآن في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. فبدأ الله القرآن أو المصحف بتوحيد بأنواع التوحيد الثلاثة، وختمه بأنواع التوحيد الثلاثة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. والإله معناه أي معبود بحق. من أي شيء يستعيذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس؟ يستعيذ من شر الوسواس، أي من شر الشيطان. نعم.